بسم الله الرحمن الرحيم. أني بهاء حسين الشاعر، كنت بمعتقل فرع المخابرات، قعدت 6 شهور بالمنفردي ما حدا يحكي معي. تعرضت بأول 3 شهور للتعذيب الجسدي بالتحقيق، و3 شهور الثانيين كان تعذيب نفسي جوات الزنزانة. سبب التعذيب لفقوا لي تهم التعامل مع إسرائيل، مع المخابرات الإسرائيلية، والقبض بالعمل الصعبي. وهذا الأمر أغلب الناس بتعرفني وين بشتغل بسوق الخضرة، وهذا الأمر كله مش موجود بحياتي. وقعوني بكمين إجا لعندي على البيت تيمي عريج، هذا الاسم يعني إذا بموت وبنطق راح أتذكره هالاسم. مشت فينا السيارة شوي، بتخفف السيارة بتوقف، الشوفير بيحاكي شخص، هذاك بيضرب له تحية بقول له تفضل سيدي، عرفت اني انا صرت قريب من حدود الشام. ظلينا ماشيين، وقفت السيارة، نزلني ابن جماعتي اللي بيعز عليك انه ابن جماعتك، نزلني ابن جماعتي وسلمني لشخص. مشيت شوي مع هالشخص، نزلت 3 درجات ومشيت. شو قال لي؟ قال لي اركعوا لك. عرفت اني صرت عند الدولة. ركعت على الارض. بعدين قال لي وقف، بعد فترة من الزمن قال لي وقف، وقفت. فوتني مشاني شوي وفكل لي عن عيوني وفك الكلبشات. طلعت لقيت صورة بشار الاسد اللعين، بشار الاسد بالمكتب. عرفت انني هون صرت عند النظام، انا انعرض علي الاعدام. المحقق انعرض علي الاعدام، واللي بيعز عندي انه 2 من المحققين من جماعتنا من السويدة، من اللهجة عرفتهم، حققوا معي واذوني اكثر شيء. واحد منهم اذاني، عذبونا بالدولاب، شبح، تعليق، عندي ضلعين مكسورين الحمد لله. كانوا يعطوني حبوب ما اعرف شو هي، اخر شيء تبينت شو هي الحبوب. بتصيبني تقريبا الساعة 1 للأيام هذه، الساعة 1 2 بالليل عم بصيبني وأنا نايم تكريز، مش بعقلي عم بكون عم بتصرف تصرفات خارجة عن إرادتي. الحمد لله بتشكر كل شخص ساهم بخلاصي من الإعدام أو من المؤبد أو من مصير مجهول. بتشكر قوات شيخ الكرامي لهم الفضل، وبتشكر الشيخ أبو حسن سليمان عبد الباقي، وإذا بدي أذكر الأسماء بطول الأسماء اللي بدي أتشكرها. بتشكر كل شخص دعالي بالفرج، أنا شخص وصلت لمصير مجهول، والحمد لله بفضل النشامة قدرت أطلع.